رجعنا لكم مشاهدينا مكملين مشوارنا في أطباق العيد، إن شاء الله مبارك علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية قاطبة. الشيف آلاء الشرفي قاعدة تحضر لنا كيف ما قلنا قبيلة في الشرمولة الصفاقسية. سيئة وحضرت شيف قرد زيتها سيئة، تاخذ برشا وقت في الطيابة، تاخذ بين 7-8 سوايع. أنت ديجا محضرة واحدة حضرة أخرى، واحدة أخرى من البارح طايبة، أما الليتاب كيما وريتنا المرة الأولى نفسها، أما تبقى على نار هادية 7-8 سوايع. باه باه، تو باش نفوحها، باش تحط شوية قشور برقدان، ربع مغرفة قشور هاد برقدان شايحين، أي شايحين، نحط شوية شوشورد، إي نحط شوية كبابة. كبابة هذا سر لفاح. آه عندك كباب وعندك المسكتة. إيه المسكتة مسكتة كل واحد وش يسمى هاي. وشوية قرفة، شوية ذرة صغيرة قرفة. إيه بودغ كانيل. باه ما نحطولهاش ملح. ما نحطولهاش ملح. علاه؟ على خاطر نحن ما ناكلوهاش هكاكا، ناكلوها مع الحوت المالح. ايه؟ هو نخرجوا يا إما بمناني يا إما بكلاو، خرجوا الفيلي نتاعو، ايه؟ نحطوه نغرقوه بكله معناها بال بالملح، بالملح ملح لحرش، ملح لحرش، نغرقوه نغرقوه، بعد ناخذوا نحطوا له الطبقه معناها، نحطوه ونلفوه ونرميه في الكونجيلاتور 3 أيام. 3 أيام في الكونجيلاتور؟ 3 أيام في الكونجيلاتور. اي باش يشرب، باش يتنحى الماء نتاعو الكل، باش من بعد كي نطيبوه نخرجوه قبل بليله، نفخوه على مرتين، نبيتوه ساعتين في الماء، نخليوه يتنفخ، ومن بعد نحيوا الملح معناها الزايد وكل شيء، بعد نعاودوا كيف كيف، بعد يتغسل على مرتين على ثلاثة معناها. انت والملوحية، فما عباد يحبوه مالح يغسلوا على مرتين، فما اللي اقل ينحي. بعد نقصوه نربطوه، فما عباد تفوروا صحي اكثر، فما عباد تصمتوا. باه ويتقدم مع الشرمولة. يتقدم مع الشرمولة، هو الحوت راهو يطيب 30 مينوت. يعطيك الصحة، مشكورة. دونك هذايا بالنسبة للشرمولة الصفاقسية، قدمتها لكم اليوم آلاء الشرفي على طريقتها، فوحناها مع بعضنا، مازال كان الدريساج. بالنسبة للصينية المالحة، خلينا قبيلة سمر تحضر لنا في حضرت الباد ديجا الطبقة الأولى، قلت قداش هكاك 10 ورقات تاع بقلاوة؟ إي أبوبخي 10 ورقات. أها، وتوا حطينا الفارس، وتوا باش نحطوا فوق منهم الورقة هذه ونسكروا. أي نعاونك؟ أها. عاوني شايفة. نجبدو هكا هكا، يعطيك الصحة، نحي وكا الهواء الزايد ونسكروا الطبق نتاع الصينية المالحة حتى تقطعت مثالش، خاطر تجي فوق منها ورقة أخرى، وهنا نحطوا شوية زبدة. زبدة وزيت شايفة. زيت زيتونة زيان قلنا. هاي. نحطوا على الأطراف هكا زبدة. في الوسط. أها. باش تجي مورقة. باهي. ناخذ ورقة أخرى وهكاكا، احنا باش نعاودوا 10 ورقات أخرين على الوجه. إيه مع الورقة الثانية. حلوها هكا شوية، دوب شوية، وبعد هكا. باللي بوس نتاعنا. باللي بوس نتاعنا. خليو يدين فيكس واليد الأخرى نحركوها. إيه. ديما من الأطراف. باه، هات نعاونك نجرب. ها؟ هي الصعيبة. حاليا ورقة البقلاوة يظهر لكم صعيب لكن ساهل، جوست ثم دي روبير. نتبعوهم بهالطريقة. كان حسيتوها الورقة بديت هكا باش تتقطع ولا حاجة، حطوها ديريكت، حطوها ديريكت ونجبدو هكا ونتبعو الأطراف. هاي ونشكشكو ديما بالزبدة، بالعادة بالزبدة من الأطراف وفي الوسط، غرقوها بالزبدة تجي باهية. هاي الورقة الثانية حاضرة عندي هكا، ونجو ونتبعوا الاطراف. دونك هذه الصينيه المالحه، ديما نحيوا الهواء الزايد. كالعاده نشخشخوا هكا. نعاودوا ورقه اخرى. نعاودوا ورقات شايف، تقعد بحذايا شويه تورا. قلنا 10 ورقات نتاع بقلاوه من فوق تتحط. كان تقول لنا البات العجينه نتاع البقلاوه كيفاش نعملوا؟ ها؟ العجينه نتاع البقلاوه باش نعطي روسيت صغيره نتاع واحده هكا تحب تجربها. 200 غرام فارينة، حطوا عليهم 50 غرام ماء، ومغرفتين تاع ماكلة زيت زيتونة، أنا عملتها بزيت زيان. باه. وقرصة ملح. هات عليك شكشك هذيك بالزبدة، احنا نقولوا شكشك يعني بادي جوني وبوغ. دونك كيف ما قالت 200 غرام فارينة سبيسيال بقلاوة، نحطوا عليهم 50 غرام ماء، نحطوا عليهم مغرفتين زيت، نحطوا عليهم قرصة ملح، ونعجنوهم هذوما بالكدا ونخليهم يرتاحوا. ومن بعد كيفاش عملت للورقات هذوما؟ من بعد الورقات كعبرتهم كعبورات صغار، وخليتهم يرتاحوا، زيد خليتهم يرتاحوا شويه. ايه
كل معناها خليت قريصات قريصات عملت ايه ما اقلش من نص ساعه ترتاح ايه كي يرتاحوا على شنو حليتهم على الفرينه وعلى شنو حليتهم على نشا سمارت شيف اها كل ورقه تتحل على على النشا وحدها اي بين من لوطه نشا ومن فوق نشا اي ونغطيوها بالطبيعه من فوق باش ما تشيح الناش وتكون سوبل معانا كيف نجي في الخدمه نخدمه باهي يعطيك الصحة دونك هذه بالنسبة للصينية المالحة مشاهدينا بيان سور تتقص حسب البراج اللي احنا حاجتنا بهم وهي نية وتتحط في الفور يلزم سخانته تكون معدلة بالباهي نحطها على 180 تبقى مدة 20 مينوت نفيس الساعة هذاك فيما تحمرت احنا الفور متاعنا سخانته معدلة لأنه اخترناه اليوم من عند هوفر دونك مدتنا به كذا برو عطتنا حاجة باهية فيما يخص الفور في الكوجينة كيف ما تشوفوا المعدات المزيانة يوفروها لنا كازا برو. احنا مشاهدينا مع ان شيف برو اللي هو ايوب ترابلسي قاعد يحضرنا في الكعابر نتاع اللوز كيف ما قال باش يلفهم في الكافيار نتاع السكر. بعد ما ارتاحت البات شيف بدينا نعملوا في كعابر عملناهم بالجراماج عملنا الكعبوره فيها 15 جرام 15 جرام ايه؟ ايه نحلوا كعبه اخرى شيف ايه حضروا كعبه اها نوزنوا 15 جرام اي نعملوا فيها كم نقبه كي صغيره شيف اي باش تهز هي الحشو اللي قلت باش نحطوا فيه الكروكون فرامبواز اخترته ولا فرويروج؟ ايه فرويروج فرويروج اي باش تعطي تقرميشه ونكهه في وسط هكاك شيف بعد نسكروها هكاك اي بعد نحطها في السكر سكر كافيار هذا او يجيو مزيانات هذوما ومن بعد نزيدوا نرجلوا لهم الفينيسيون تاعهم ان شاء الله اي ان شاء الله شيف باه ويتحطوا كعيبه كعيبه وقتها كيف ما نشوفوا هكا يجيو مزينين هذوما لا يطيبوا لحد شيء ساهل الروسيت فيها السيرو نتاعها كيف ما قلنا على كيلا سكر فوندون هذاك السكر الابيض البات هذيك عليها كيلا جلوكوز وكيلا ماء دونك نحطوهم ل 105 يوصلوا درجه 105 درجه نطفيو عليهم النار نحيهم من الكاسرول نتاعهم دي بريفيرونس باش ما يكملش الكويسون وبالضبط نعجنوا بهم الحاجات اللي نعملوها باللوز ولا بالبيستاش ولا بالفريوة هالحلو اللي ما يطيبش هكا يعطيك الصحه سي ايوب احنا باش نرجعوا لك شويه اخر ونزينوا هال الدباره نتاع اليوم بالنسبه للحلو ما زلنا مواصلين مع نادية غربي قاعده تحضرنا في حلو البيستاش في حلو البيستاش توا بدينا شكلنا الكعبات الاولاني اها اللي هما كانت تقول لنا الشوكولاته هذيك كيفاش عملتها هذه الشوكولاته خدينا شوكولاته بيضة ذوبناها شوكولا كوفيرتور بيان سور ذوبناها باش تعطينا تكستور بنينه برشا اي ذوبناها ومن بعد على بان ماري يكون الماء لازمها تكون بعيده على الكاسرول ما تمسش الماء تكون كان بالفابور كهو معناتها في معناتها وقت ما زيدها زيت زبده لا 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 ما نزيدوها حتى شيء نخليوها كما هي لابيغ دو كاكاو لابيغ دو كاكاو لا حتى شيء شوكولاته تذوب تذوب ومن بعد نحطوها في قوالب مثلا انا اخترت لكم القالب هذاك اللي هو هذايا اي القالب هذايا السيليكون السيليكون هذايا هذايا نلقاوهم عند السيارة القوالب هذوما المزيانين الكل موجودين عند السيارة هذوما موجودين عند السيارة اللي هي موجودة في المنزه واحد وإلا موجودة في المرسى سيدي داود كيف كيف اللي في الحمامات ونابل وقراب كل شيء ينجموا يمشيوا المرسى يمشيوا الحمامات طريق بيربو رقبة كيلومتر واحد ويلقاو يلوجوا عليه الكل عند السيار انتوما في دياركم وين ما كنتوا في الجمهورية التونسية تدخلوا على الباج فيسبوك وانستغرام تاعهم تكتبوا سيار تتواصلوا معهم تلقاو ارقام الهاتف وتاخذوا ليزارتيكل اللي تحبوا عليهم الكل ويبعثوهم لكم حويجه جارانتي دونك هذه حاجه تسهل علينا برشا الخدمه علينا وتزين الحلو في العيد الحلو في العيد وخذينا عملناهم في ليمول هذه صبينا الشوكولاته صبينا الشوكولاته ومن بعد زدنا معاها الفرامبواز هذه الكروكون فرامبواز والا معناتها انت والجو اللي تشتي واللي تحب تحطوا مع الشوكولاته تقرمش تنجم تحط فيك تنجم تحط فيك تنجم تحط بات نتاع بيستاش زاده نتاع تحب زاده تحط جناش اي حاجه انت تحب تحطها تحب تبدل الشوكولا بلون تحب تعملها بالشوكولا نوار شوكولا ولي تنجم كيف ما تحب تزين كيف ما تحب تزين تستحفظ عليه حلو بيستاش حلو بيستاش تكور ورينا كيفاش نعبيوه هنا توا في المول في المول دونك العجينه هذه نتاع البيستاش اللي عملناها قبيله بالسيرو شوفوها كيفاش التكستور نتاعها لازمها لا تكون لا جاريه لا معناتها لا يابسه تكون طريه باش نجم ونحن نشكلوها كيما الباتا مودلي كيما الباتا مودلي كيما الصلصال كيما الصلصال نحطوها هوني اي كعبرات 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 هكايا اي
ومن بعد نخلي الكروكون يتحط، نجم نحطه في قلبها شوي كروكون مع الفستاش. ورينا كيف نعملها. نعملها اول تبدا هكا اول شويه شويه، نحلوها بيدينا شويه ونحطه في وسطها شويه كروكون، ونحطه في وسطها شويه كروكون. هاي السباتول من عند ايوب. هاي ما نكثروش برشا، جست شويه برشا بركه باش ما تخرجناش من الباتنت يعني. ونسكروا عليها، نسكروا عليها كعبراتها كي مزيانين. عند نجمو حتى كعبر اللي ما عندوش المول، اللي ما عندوش المول زاده، والا هو المول يسهل سير سهلتها علينا. باش حتى اللي ما عندوش ميزان بالضبط بالمول بالمول يتبع معناتها تجيه كل كعبه وقتها. هكاك ونطبعوها في وسط المول، نطبعوها في وسط المول. بعد خرجوها هكا ونزيدوها باش سيرو سيرو باش نلصقها فيك يا تلصق فوقها اللي تحب. صحيتك شوكولا اللي تحب انت. نجمو حتى عملنا زيد عملنا زيد الفستق المهروش كونكاسي، نجم نعملوها من الاول بالكونكاسي. مزيانه وتهز شويه فستق تهز اي ونعملوها في هالكيسان نتاع الجيزات. هذوما الجيزات هذوما اي الاوراق هذوما. انا باش خليك ناديه تكمل هال جوست باش نوريك حاجه اخرى بركه اللي هي زاده بهذه شوكولا. كيف كيف تعملها شوي سيروب باش تلصق. سيروب باش تلصق ماهيش حاجه صعيبه. اوكي كالعاده نحطوا فوقها كعبه تجينا هكا مزيانه هكا وجو اخر معاها يعطيك آخر. الصحه مشكوره شيف ناديه غربي. احنا مشاهدينا كيف ما شفتوا الاطباق نتاعنا متنوعه، الصينيه المالحه بقالها باش تطيب دونك باش نقصوها قبل بالله ما نخرجوا معاكم. دونك شوفوا هنا الصينيه المالحه وين وصلت فيها سمر. دونك بعد ما عملنا البات كيف ما تشوفوا هكا مشكشكه بالزبده لو يسمح السيد المخرج. دونك شوفوها باش تتقص هنا، نقصوا سواء قصه البقلاوه سواء نقصوها مربعات كيما طاجين الورقه اللي نعملوه في الدار. باه دونك نجيو هنا نقصوها مربعات بهالطريقه، نطبعوها من الاول هكا، والا نقصوها بقلاوه زاد نجموا بعد نعملوها كيما لوزونج. اما راهي ديما الصينيه المالحه تترشم من الاول قبل لا تدخل الكوشه هكا. هذا اللي هو او كان نحيوه ونجي هنا نزينوها هكا، نجموا نزينوها كيما البقلاوه كيف ما قلنا هكا. هذه الرشيمه نتاعها ديما الصينيه المالحه كيما البقلاوه تترشم منيه. وثم اللي يخليها مغطيه كامله ما يرشمهاش اللي هي طاجين ورقه، الفرق ما بين هذيك وهذيك طاجين ورقه يحلوها هكا منها ومنها يخرج بالضبط منهم يخرج منها الهواء ويعملوا لها كيما الشوميني باش كان ثم فابير ولا حاجه تخرج منها. هذه شنو بقى لها تو؟ تدخل الكوشه ندخلوها الفور 180 درجه. قداش؟ 180 درجه ونتبعوها كيف تحمر. يعطيك الصحه شيف سمر. احنا كيف ما قلنا مشاهدينا ما نجمش نذوق صايم نسيتي رمضان دونك تحب تفطرنا لا مشاهدينا. هذه الدباره نتاعنا بعد شويه ننطلقوا في التزيين نتاعها.
يعطيكم صحة مشاهدينا، كنتوا معنا اليوم في حصتنا هذه، حصة موعد قار وليت معاكم كوجينة طاولة الشيف اللي نتقاسموا فيها الدبرات المزيانة. جاونا الوليدات من الأكاديمي دي شيف كالعادة، قدموا لنا المالح والحلو. المالح طبق الأول اختارته آلاء الشرفي باش يكون من صفاقس، وتحية لأهالي صفاقس الكل بمناسبة العيد. نتمنوا للتوانسة الكل عيد مبارك إن شاء الله، وكل سنة وهم بخير وطيبين إن شاء الله. آلاء الشرمولة، ذكرنا بالشرمولة اش عملت فيها؟ الشرمولة هي خصيت البصل حطيته مع الزيت كله على البارد، ومن بعد خرش بلبل كذا بلبل باهي ولا بوماد، ومن بعد ديك حطيت الزبيب، خرجت الماء نتاعو، زدت حطيته بعد ما ترحب بيان سور، اي بعد ما ترحب مرتين كهو، من بعد ديك قعدت تطيب مده 3 سوايع على نار هادي على الاخر. من بعد حطيت لفاحات، شوش ورد، الكبابه، القرفه، هاكم هما الحاجات هذه بالنسبه لل للشرمولة. ما حطينيش ملح، يعطيك صحه، ما نحطوش ملح كيف ما قلت، نقدموها مع الحوت المالح. مع هذه قدمنا الصينيه المالحه، ولا ثم اللي سماها البقلاوه المالحه، الصينيه المالحه اللي اخترنا نعملوها اليوم بالبلون بولي، صدر دجاج من عند مليحه، قدمتها لنا سمر رحيمي تحكي لنا عليها اكثر. الصينيه المالحه اخترت باش نعملها بالبلون بولي كما قلنا، باش يجي خفيف هشوش في التختوخ نتاعنا اللي هو فيه بصل، فيها شويه فحات نتاعنا اللي هو كركم، حطيت معاهم هكا شويه فلفل برلعبيد، حطيت شويه فلفل برلعبيد معاهم باش يوزوزها، وشخشختها بالقدا البات بالزبده. على العظم الطايب زدت عظم نيه بالنسبه للفارس، يزوز العظم النيه باش تلم، العظم الطايب هذيك تبع الفارس معها شويه جرينك الفلفل البرلعبيد والفحات، وشخشخنا البات بالزبده بالقدا باش تجينا بات مزيانه، بات مزيانه وتلمع ودوغي بالقدا وتشهي تجلب بالعينين وبنينه اون بلوس. يعطيك الصحه، اكيد تتقص وهي بارده شويه بالنسبه للصينيه المالحه. هذه الطبق المفتحات الثاني بالنسبه للاطباق الحلوه، وقلنا اليوم الدباره الحلوه اللي هي داخله في حلو العيد، ان شاء الله يتعاد عليكم بالخير والصحه يا ربي. اختارت تقدم لنا ناديه غربي حلو الفستق. كما تشوفوا عملنا فاريتي مزيانه برشا، بات بركه اللي هي البات بيستاش اللي عندها شحور سبيسيال اللي هو جلوكوز تون بورتون 200 200 جلوكوز 200 فوندون سكر فوندون، ونخليهم يغليو 105 درجات كما قلنا، ونخلطوا بهم البات نتاعنا وتخرج لنا الفاريتي هذيا المزيانه، ويزين كل واحد واش كل يشتري. واحد شنو هو اللي يحب يشتهي يزين كما هو يحب. يعطيك الصحه ناديه، وبنفس الشحور هذيا اللي قلنا كيلا سكر فوندون كيلا جلوكوز وكيلا ماء معاهم، حطوهم يغلي ودوبا هزوا الغلوه وصلوا 105 درجات، طفاوا عليهم وبيهم هم بعد ما بردوا الشحور هذيا عملوا عجينه سواء بالفستق سواء بالبفريوه سواء باللوز كيف ما عمل اليوم شيف ايوب طرابلسي. مرحبا ايوب. بيك عايشك. هاي مع الشحور اللي قلنا عليه كيفاش عملنا اللوز؟ عملنا كعابر لوز، خذينا لوز مرحي هو بودر دامون، صبينا عليه الشحور هذاك، وبعد خلينا يرتاح ربع ساعة، وبعد كعبرنا كل عملناه كعابر، كل كعبورة توزن 15 جرام، وبعد عملناها زدنا فرسيناه كروكون هذاك فروي روج وبعد غطسناه في السكر كافيار. به، وهذه بالنسبة للكعابر اللوز اللي اختارها لنا اليوم شيف أيوب طرابلسي. كيف ما تشوفوا كيف ما قلنا الوصفات هذه وصفات خاصة بالاحتفال بيوم العيد عند التوانسة، اخترنا لكم اليوم جهات مختلفة، أكيد في الحلقة نتاع غدوة إن شاء الله باش تلقاو دبارات جديدة من دبارات العيد نقدموها لكم بكل ود ومحبة. مشاهدينا نقول لكم شاهية طيبة، استنونا في حلقة غدوة إن شاء الله. سلامة. هذه هدية للحافقة المكدية، المرأة بالف مرأة كي نحكيو على التونسية، هي كابابلية وإحنا كي نخمو فيها مش مزية، عايشة تاك تاك من حاجة لحاجة شارع ودار، وباش تربح وقتها حضرنا لها أقوى فار. يا مهني يا الحباب والمالي، نعرف وقتك غالي، هذاك علاش حارسين تواجه تحدياتك باش تكون متهنية وراسك عالي. طماطم بولي مقصوصة حاضرة باش تعمل 66 كيف. مع سيكام تدلل مدام.
منتجات أرضنا التونسية الغنية، المعصرة تراعي المعايير والمواصفات الدولية، أنتجنا زيت زيتون بجودة عالية ومنافس في الأسواق العالمية. زيت الزيان يهنينا على عولتنا ويبنن ماكلتنا. Le nouveau réfrigérateur combiné total No Frost de Hoover. Frigidaire et congélateur Fardwacht. Un design épuré et une technologie unique. Smart No Frost. Le réfrigérateur Hoover vous permet une répartition homogène du froid et une haute capacité de stockage. Le combiné Hoover est doté de joints hygiéniques pour garantir une étanchéité parfaite et éviter les moisissures. Smart et connecté. Le combiné Hoover ira pack أكثر من 60% من فاتورة الضوء. Ou bien sûr, ما ننساوش la garantie de 10 ans sur le moteur. SAV garantie par Casapro. Hoover, the way you live. الأكاديمية دي شيف، مؤسسة خاصة للتكوين المهني في قطاعي الطبخ والحلويات. تم تأسيسها وفقاً لمعايير ومواصفات دولية حديثة تتميز ببنية تحتية متطورة، ما يجعلها مواكبة للمتغيرات المهنية ومتطلبات سوق الشغل على المستويين الوطني والدولي. فيها مجموعة من خيرة المكونين في المطبخ والحلويات بجميع اختصاصاتها المختلفة. تقدم شهادات منظرة ومعترف بها من قبل مؤسسات الدولة، والشهائد المسندة هي مؤهل تقني مهني في الطبخ، مؤهل تقني سامي في الطبخ، ومؤهل تقني مهني في المرطبات، ومؤهل تقني سامي في المرطبات.